التواصل يستمر مشاهدين الأعزاء ومتابعين الكرام، وهكذا ينطلق شوطنا الرابع في تعداد أشواط هذا اليوم، والخاصة بمنافسة الجعدان مباشرة إلى المركز الأول وإلى الصدارة. وهنا شاهين علي بن سهيل بن بطي العيالي على أو أحمد بن سهيل بن بطي العيالي، بينما ناخذ اللي على المركز الثاني. وفي المركز الثاني هنا شاهين بخيت بن احمد بن غانم بن ديلان المزروعي، بينما الشبابي وصل علي بن الشبابي لسهيل بن عبيد بن يميع السبوسي، بينما في المركز الرابع اشوف اللي غادم هذا يحمل رقم 101، شو هذا فيصل بن ممدوح الشمري يتقدم إلى المركز الرابع، بينما المركز الخامس شاهين علي بن راشد بالضبيعة الاكتبي. هذه هي النتيجة والنداء للمراكز الأولى المتقدمة، لكن نعود إلى المقدمة وإلى الصدارة. ها هو الآن شاهين بخيت بن أحمد بن غانم بن ديلان المزروعي في صدارة هذا الشوط، وفي المركز الأول بينما الشبابي يتقدم سهيل بن عبيد بن يميع السبوسي. الله 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 الله، الشبابي راعي الانجازات يعلن تواجده في مقدمة الشوط، وفي المركز الأول سهيل بن عبيد بن يميع السبوسي ينحدر من زلالة الشبابي. وحي الشبابي، حيوه، ها هو الشبابي، ها هو الشبابي ينتزع الفوز، ينتزع الانتصار. بينما في المركز الثاني وصل شاهين بخيت بن أحمد بن غانم بن ديلان المزروعي المركز الثالث، وصل اللي هو شاهين محمد بن احمد بن سيف بن غيث المري. هذه النتيجه للثلاث المراكز الاولى. التوقيت الزمني عطنا دقيقتين و14 ثانيه. تهانينا والناموس للجميع.